الدولة العثمانية في عصرها الذهبي كانت تمنح أوسمة وأنواط لشيوخ القبائل وكبار الشخصيات والأمراء، تستميل هؤلاء الشيوخ والأمراء. من ضمن هؤلاء الشيوخ الشيخ عبد الكريم الجربة رحمه الله الملقب أبو خوذة، طبعا منحته وسام عثماني من أعلى الأوسمة، كانت الأوسمة درجات، منحته أعلى وسام في الدولة. أخذ هذا الوسام ووضعه في بيت الشعر، كانوا بادية بدو، وضعوا أحد أركان البيت. كان الوسام له لمعة وجذاب، فشافه أحد الجالسين وطلب هذا الوسام، قال خوذه، لأنه من ألقاب الشيخ عبد الكريم أبو خوذة، يعني بلهجتنا حنا خوذة يعني معناه خذه، قال له خوذه يعني خذه. فأخذ هذا الوسام. بعد فترة فقدت أم الشيخ عبد الكريم فقدت هذا الوسام، وسألت ولدها عن الوسام، قال يمه الوسام طلبني واحد من الحاضرين وعطيته الوسام. قالت ليش تعطيه هذا، ما تدري أنه من السلطان العثماني وأنه أعلى وسام بالدولة وكذا؟ قال يمه أنت اللي سميتيني عبد الكريم مو أنا اللي. فضحكت وأخذ الوسام هذا البدوي، ما يعرف قيمة هذا الوسام، بس أنه عشان اللمعة أخذه. طبعا الشيخ عبد الكريم من أكرم كرماء عصره في هذا العصر الحديث، ومع ذلك ما استفادت الدولة العثمانية من هذه الأوسمة التي منحتها للشيخ عبد الكريم الجربة، لأنه ثار على الدولة العثمانية ودخل 400 قرية وأحرق 400 مخفر عثماني من الموصل شمالا في العراق إلى بغداد جنوبا، ولمدة عامين سميت هذه الثورة بخراب عبد الكريم. طبعا الشيخ عبد الكريم رحمه الله لاحقوه وقبض عليه غدرا وشنقوه على جسر الموصل، وهو صاحب الأبيات الشهيرة: ما همني البيه هو الشريفي، حنا من الزحت العدو والرفيفي، بالغصب ما نعطي عدال الرغيفي، وعند الرضا حنا كبار العطايا.